في بقى تفاصيل كتير في الفرح، يعني الفستان طلع ترند وقعدوا بقى يقولوا الماظ ومش الماظ. كلموني عن الفستان يا بقى. هي حاجه انا وفرح عاملينها مع صباح مهران، وكان فستان حلو ولطيف وبتاع. خلاص يا جماعه، الماظ مش الماظ، فرق معاكم في ايه؟ مش احنا مش اول ناس، في ناس كتير يعني قوي عادي يعني في ناس عامله فساتين بملايين، فاحنا عجبنا فكره الفستان، اتكلمنا مع سماح فعملتها. الناس بقى ايه ده فستان الماظ وشوفوا واعملوا. طب يا جماعه، طب ما هو الفستان بتاعها يعني انا يعني انا اللي هي تتقل ذهب والماس، فانا شايفها كده فتقلتها بالالماس. ربنا يخليك. فيعني الناس شافت ده قالت لك اهو يا جماعه، طب خلاص يعني يعني سواء الماس سواء مش الماس، اصل اللي بيقعد يقول لا ده مش الماس، طيب خلاص مش الماس، الماس الماس يعني احنا اللي لابسينه، واحنا يعني احنا اللي لابسينه، سماح مرنا هي اللي عاملاه، خلاص الموضوع بقى يخصنا. انتوا اللي فارق معاكم ان يبقى الشكل حلو، عاجبكم تمام، مش عاجبكم برده اراء تحترم. فالموضوع بقى اتاخد ان ما كانتش حلوه. هو الفستان حلو قوي. صح صح. بصراحه سماح عملت يعني فوق ال والحاجه طفل. اللي بتطلع ترند هتلاقي ناس بتأيدها وناس بتعرضها. طبيعي دايما لو فيلم عجبك الناس كلها بتحبه، فجاه تلاقي واحد طلع مش عاجبه يجر تلاقي بقى فجاه طلع فيه نقيض. بالظبط. كان عاجب الناس في الاول، فجاه الناس قعدت تتكلم، فجاه الناس طلعت هيحصل نيجوشيشنز على طول. بالظبط. انا لبست اربع بدل في الفرح، ناس قعدت تقول لك انت ليه لابس اربع بدل؟ ما هم بدلتين يا عم، ده فرحي، ده يومي، يوم في حياتي، انا عايز ده يوم مش هتكرر تاني. عايز البس 80 بدله، انت مالك؟ ما يخصكش في يومك، البلبس اللي انت عايزه. زي بالظبط انت في يوم فرحك محدش هيقول لك انت ليه لابس البدله دي. يا عم افرح بيومك بطريقتك زي ما انت عايز. هي وصلت لمرحله ان هي بتتعرض للانتقاد بسببي. علي محبوب، وفي نفس الوقت علي في ناس كرهاه. لا، هو الموضوع مع علي مختلف، عشان علي بيعمل حاجات اكتر مني، يعني انا محدوده في الحاجات اللي بعملها. فالحاجات اللي بعملها معلاش انتقادات كتير، يعني عادي بطلع فيديوهات اتكلم لابسه فستان يا حلو يا وحش، مفيش حاجه اسمها بحبها او بكرهها في الفستان. علي بيعمل حاجات كتير طول الوقت، يعني لو انا فعلا ما اعرفوش ممكن انتقده، ممكن احبه، فهو بيعمل حاجات كتير لازم انا جاه برضه زي ما انا ما بعملش روب يعني.